طيب، يعني بينما نحن نتحدث يا هبة، وسائل إعلام فلسطينية تتحدث عن توغل الدبابات الإسرائيلية إلى شرق رفح الفلسطينية تحت غطاء مكثف من الطيران في منطقتي المطار والجرادات، إذن توغل للدبابات الإسرائيلية شرقي رفح. هذه ليست عملية جوية محدودة كما قال الجيش الإسرائيلي بداية اليوم، ولكن من الواضح إن احنا بنتحدث عن العملية البرية قد بدأت، إذا ده بما أن الدبابات الإسرائيلية قد بدأت دخول شرقي رفح. طيب، نتحدث عن المكالمة ما بين بايدن ونتنياهو، وما أثار انتباهي وأن معظم المكالمة كانت عن الهولوكوست وتذكر الهولوكوست ومن راحوا ضحية الهولوكوست، وفي نهاية المكالمة جملتين، جملة بتتكلم على انه وافق نتنياهو على فتح معبر كرم ابو سالم، وجملة اخرى تتحدث عن انه اكد الرئيس الامريكي بايدن موقفه من رفح. نقطة تعليقك. بالضبط، لان بالفعل كنا في انتظار تفاصيل اكثر عن هذه المكالمة الهاتفية التي عقدها بايدن مع رئيس الوزراء نتنياهو، لكن كان البيان المقتضب من البيت الأبيض عن هذه المحادثة التي استمرت 30 دقيقة هو تركيز على ذكرى الهولوكوست وعلى مساندة الجانب الأمريكي لإسرائيل ضد معاداة السامية ووقف جميع أشكال الكراهية والعنف، واقتصر الأمر فيما يتعلق برفح عن تكرار للموقف الأمريكي في أهمية حماية المدنيين وفي موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي على فتح معبر كرم أبو سالم. وهذا يشير وفق يعني أن هناك، طالما كان هناك تحذيرات إسرائيلية للفلسطينيين في معبر رفح وفي عمليات لإجلاء المدنيين، يبدو أن الإدارة الأمريكية ماضية في السماح لإسرائيل بالمضي قدما في خطتها لملاحقة 4 كتائب لحركة حماس في مدينة رفح، وهذا يعني رفع مستوى من التوتر والضبابية فيما يمكن أن تكون عليه الأمور خلال الساعات والأيام القادمة. هبة، المخاطر كبيرة طبعا. هبة، ويليام بيرنز كان سيزور إسرائيل اليوم، أجل زيارته لإسرائيل للغد لكي لا ترتبط بدخول رفح أو قصف رفح. يعني هل هناك دور ضاغط لواشنطن على نتنياهو، أم أن نتنياهو خلاص الموضوع انتهى بالنسبة له، القرار حسم، إنقاذ نفسه يأتي أولا وحكومته تأتي أولا؟ هل ما زالت واشنطن قادرة على الضغط على نتنياهو؟ يعني خلال الأيام الماضية، أولا ويليام بيرنز لديه تفويض كبير من قبل الرئيس بايدن شخصيا، وفي محادثاته في القاهرة ثم في الدوحة طالب الوسطاء المصريين والقطريين بممارسة الضغوط بكل الوسائل الممكنة، وهذا اللفظ الذي حصلت عليه من بعض المسؤولين في الخارجية الأمريكية أنه كان بالفعل هناك ضغوط أمريكية تتمكن قطر ومصر من التوصل إلى إجبار أو يعني دفع حركة حماس لقبول هدنة لوقف إطلاق النار والاستجابة لهذه الضغوط الأمريكية القطرية المصرية، وهذا ما حدث بالفعل. لكن ضغوط أمريكية على إسرائيل، هناك بالطبع الكثير من الأدوات التي تملكها واشنطن للضغط على إسرائيل، لكن هذا يعني المساندة، هذه المساندة الأمريكية والاهتمام بما يعني ذكرى الهولوكوست وتوصيل المساعدات وما يتعلق بحماية المدنيين، يبدو أنها تأخذ مكانة متقدمة صحيح. عن بقية الأمور المتعلقة بالرسالة.